الزهوان الأولى بالنسبة للبرنامج على المستوى الشمال أفريقيا، الأولى بالنسبة لبرنامج الشراكة للمشغلين الاثنين، خاصة وأنه بالرغم من التعب أنا نوجه تحية خاصة إلى كلا الفريقين التقنيين اللي اشتغلوا على مدة السنة الآن ليكون هذا الحلم يعني يتحقق أخيرا ونحصلوا على 100% من التغطية بالنسبة لولاية زهوان كل الولاية نعرفوها ريفية اللي نعرفوها يغلب عليها التشتت السكاني اللي نعرفوها كيف صعوبة التضاريس الجبلية، لكن رغم ذلك قدروا بفضل الشراكة هذه بفضل التوحد بين شركتي اتصالات تونس وشركة بوليدو تحت إشراف وكذلك بدفع من السيد وزير وزارة تكنولوجيا الاتصالات والاتصال الرقمي إلى إيصال الهاتف والجوال يعني بالتقنيات الجيل الثالث وكذلك بالنسبه للانترنت زاد كثيف الى جميع المدارس والقرى وجميع الهضاب والغابات بولايه زهوان، ولنا الشرف في ذلك. دائما الرياده لولايه زهوان اذا كانت بفضل المجهود الكبير اللي قاموا به وخير كل مشروعه على راسه السيد الوزير، وكذلك حتى كان كلمنا السيد الوزير في زيارته السابقه عندما اشرف على المجلس الجهوي الممتاز انه حتى بالنسبه للجيل الرابع ستكون زهوان الاولى بالنسبه زاد كثيف تقنية الجيل الرابع. تحيه شكر كبيره لكم وخير كل وتقاعد جميع موظفيكم بالنسبه للشركات وكذلك بالنسبه للعمل التقني اللي عمل هنا الكفاءات الكبيره اللي عندنا في ولايه زهوان على المستوى الجهوي من السيرفيس تكنيك الى غيرهم كذلك، وتحيه شكر خاصه للسيد الوزير الى جميع الوزاره اللي الان ممتدين تاكد عليه الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاخضر زاد كيف انه تكون زهوان لان حتى في الوثيقه التوجيهيه بتاعها متماشيه وسياسه الدوله اللي موجوده يعني قاعده تطبق يوميا.